من بين أكثر من 100 مقبرة جماعية تم العثور عليها في الجانب الغربي من محافظة نينوى، اعتبرت مقبرة بئر العنتر بقضاء تلافر، والتي تم افتتاحها في أيار مايو الماضي، أكبرها لما تضمه من عدد كبير من رفات الأيزيديين والمسلمين بعد أن اغتالهم تنظيم داعش عند احتلاله المدينة عام 2014. هذا الموقع يعني لنا أنه الكثير، فهناك دماء سالت هنا في هذا المكان، وهناك أبرياء تم رميهم في هذا المكان، فحتما هذا الموقع يهمنا كثيرا كما يهم بقية الإخوان من إخوان الشيعة وآلة الأعفر. ويواصل الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية أعمال البحث والتنقيب عن رفات ضحايا مقبرة بئر العنتر منذ شهر ونصف، وقد عثر مؤخرا على أكثر من 100 رفات كاملة الأجزاء، فضلا عن رفات 33 ضحية لم تكتمل بعد، غالبيتهم من النساء وكبار السن والمراهقين. كما عثر الفريق الوطني على 44 دليلا ماديا تعود لعناصر تنظيم داعش داخل بئر علو عنتر ضمن المرحلة الأولى من عمليات البحث والتنقيب. ويؤكد الفريق الوطني استعداده للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية وسط توقعات بوجود رفات ضحايا آخرين في قعر البئر. لحد الآن تم رفع أكثر من 100 رفات كاملة، 30 جزء من الرفات. العمل مستمر، لكن الأعداد ليست كما تم الإفادة بها من قبل العوائل. تعرف عصابات داعش الإرهابية هناك لديها العديد من الأماكن والقبور المرتكبة في قضاء تل أعفر. الدائرة تعمل على استكشاف هذه القبور وفتحها إن شاء الله ضمن خطط سنوية تعد من قبل دائرة المقابر الجماعية. وينتظر المئات من ذوي ضحايا مقبرة بئر علو عنتر الجماعية نتائج فحص الحمض النووي الذي تجريه وزارة الصحة ودائرة الطب العدلية للتعرف على أصولهم العائلية، فيتم تسليمهم الجثامين لدفنها أصوليا. وكانت رئاسة الوزراء قد وعدت عند افتتاح مقبرة بئر علو عنتر قبل شهر ونصف بوضع نصب تذكاري في موقع مقبرة علو عنتر الجماعية التي كان تنظيم داعش قد حولها إلى ساحة للإعدامات، فاختلطت فيها دماء العراقيين. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.